اول ما صار الاشي بقى عندي امل كبير انه ابوي يطلع عايش، انا ما كنتش اتخيل حالي بهيج موقف. بس يوم بعد يوم خلص حاولت اني اتقبل انه ان شاء الله يعني اذا طلع عايش وانت لميت اتقبل الجهتين، لانه بالاخير الله راح يختار الخير، يعني هل اختار الخير والحمد لله رب كل العالم بل كل البلدان. بس الواحد هذا الاشي اللي كان صدرني وبكيت ارفع راسي فيه، يعني لما انا بكيت اشوف اروح على طبرية هيك الناس اكثر من القرايب اللي بعرفهم مش اكثر من القرايب اللي يبغوا، يعني الحمد لله رب العالمين اشي يعني بطمن القلب وبرفع الراس. كيف ابوي يعني وحد الناس خلهم يدوحدي، ويعني القصة لها اكثر من 3-4 ايام، يعني الله بك يمد فيها عشان ابوي يكسب دعاوى اكثر. الحمد لله رب العالمين. اخر مرة شفته يوم الخميس كنت بكلم مع بالاكس بوكس فيفا، يعني بكيت ظل هيش بكيت انا اشطر منه فيها واظل اغلبه، يتعصبن علي كان يحمل الكفر علي بده المخشير بده يضربني فيه ويمزح معي. بكاش ابوي يعني بكى صاحبه اكثر من بكى ابوي. طبيعه حياته والله يعني الكل بيعرف ابوي يعني بالاخص عمامي، يعني بكى على الحلوه قبل المره معهم ليش. الحمد لله رب العالمين، الله يرحمه ان شاء الله لقاءنا عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.